هذا مصطلح التبعية اللي قالوا إنه تبعية، دولة تبعية لأهل البيت. انتظر الأوامر للتوجه إلى قيلانغر لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو. تبعية للمذهب. والجمهورية الإسلامية نحن مع الإمام حتى آخر قطرة دم. تبعية لعلي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام إذا يقول حرب حرب. أيها الأخوة صدقوني، يريدنا ثورة على هذه القوانين. الإمام إذا يقول صلح صلح. جاهدنا، ضحينا، قدمنا الدماء أكثر من 20 عام. نعم نحن مع الإمام، نحن نعلم بأنه الإمام هو الآن الإمام الذي يمثل الإسلام. هالقوانين الظالمة ما لها أساس. هذول الغرب أفضل من عندنا. إن شاء الله سنستمر بتوجيه الضربات المهلكة حتى آخر قطرة دم. قائد عام للقوات المسلحة في الوطن أوباما، تبعيته أفريقية. ديول إيران بالحقيقة هم الأحرار. لا وطن، لا سيادة، بس تبعية.